السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين نعمل حيطة مايلة في الريفيت، ففي طريقة سهلة من وول. باجي هنا واختار عادة ده فيرتيكال، فبقول له لا سلاندد، واروح اديله الزاوية اللي انا عايزه يميل بيها، فيبدأ يرسمها بالشكل ده. طيب الاختيار ده مش موجود في الاصدارات القديمة، اظن كان اول حاجة في 2020 او 21. فكنا زمان بنعمل ايه؟ كنا بنعمل ماس، بروح ليه ماسنج اند سايت واقول له ان انا عايز اعمل بليس ماس. ايه بليس ماس؟ وابدا ارسم حاجه بالشكل دوت. واقول له كريت فور، واجي مثلا على الضلع ده واروح احركه كده شويه، واقول له فينيش ماس. وبعد كده من اركتكتشر هقول له انا عايز اعمل وول واختار باي ماس. خلاص عمل لي الحوض بالشكل دوت. وطبعا في اي لحظه حابب ان انت تعدل تقدر تيجي هنا تعدل في الشكل بتاعك اهو، وتعلم على الحيطه وتقول له ابديت فيعمل ابديت.